الخير، اتعرف على حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. صابرين محمود عثمان، والدة محمود صبحي، محمد عثمان. اهلا وسهلا، اهلا بيك. ايه موضوع ابن حضرتك؟ والله انا ابني طارق في كلية العلوم في تالتة، ويوم 5/1/2014 جم خدوه الساعة 3 الفجر من البيت لحد دلوقتي، وهو في برج العرب حاليا، بس هو كان في حضرة ولسه مترحل، مجددين له يوم الخميس وراح برج العرب. طب واتخذ ليه؟ والله اتخذ واحد، انت نايم دلوقتي وناس جم خبطوا عليك الساعة 3 الفجر بحاجة بشعة أصلا، وجم خدوه. طب ليه؟ طب ليه؟ طب تعالي خد، تعالي شوفي في الاسم. رحنا الاسم ما نعرفش اللي جبنا المحامين، وجبنا جم قالوا ده هو اساسا طالما متاخد من البيت يبقى متبلغ عنه. ما هو مش معقول اي حد لو ماشي في الشارع ماشي، لو في مظاهره ماشي، لو اي حاجه ماشي، انما اساسا من البيت ده يبقى هو متبلغ عنه. والمبلغ عنه ده اللي بلغ عنه العميد اللي حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، اللي هو عميد مين؟ عميد كليه العلوم. طب ليه ابلغ عنه؟ معرفش، ما هو اللي باين كده كل اصحابه كل زمايله في الكليه بيقولوا نفس الكلام ده. طب هو كان عامل حاجه للعميد مثلا يعني، لا او كان هو ما فيه فيش، ابني ما بيعملش حاجه اصلا، واحنا اصلا مش من الاخوان ولا نعرف حاجه، وانا يعني مش طرحه، بس الطرحه دي كده عشان تستر الواحد، انما مش من الاخوان. طب هو التراس ولا حاجه؟ لا 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 لا. طب هو كان من المجموعه اللي كانت عامله مطالبه بتخفيض سعر الكتاب؟ ايوه. طب انا عن نفسي انا شايف ان ده حق مشروع يعني. تمام. طب ليه؟ حتى لو هم عملوا وقفه ولا عملوا طب اي احكي حاجه معلش، طب احكي. لاسباب معروفه داخل الكليه، سبب للكليه مش لاي حاجه تانية. طيب معلش احكي لي بقى بتفاصيل اكتر على موضوع الوقفه اللي كانوا عاملينها دي. لا انا ما عنديش خلفيه صراحه منها. طيب هل الموضوع ده نقدر نقول ايه، زعل العميد مثلا، هو اللي خلاه يعمل فيه البلاغ بتاع امن الدوله او الامن الوطني؟ حضرتك او حضرتك حضرتك دلوقتي اما طالب يجي يتاخد من البيت الساعه 3 زي الحراميه والبلطجيه، ما هو الدنيا مليانه حراميه وبلطجيه ويخشوا ويطلعوا. ليه انا ابني من الساعه 5، من يوم 5/1 لحد دلوقتي واخر بهدله؟ ليه احنا نتبهدل ليه واحنا اصلا مالناش في الاخوان ولا عمرنا رحنا اساس، ولا احنا ولا بابا؟ بص يا ماما، اللي انا فاهمه من القضيه ديت ان 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 ده يعني، انا اسف ان انا هقول الكلام ده على بالنسبه لاعضاء هيئه التدريس، بس ده اكل عيشهم، فبالتالي كون ان هم يلاقوا طلبه بالطالب ان انت تقلل لي دخلي، يعني انا طبعا. بس حضرتك مش ده بيبقى صالح الطلاب، ولا هو بيعمل هو حاجة صالح عكس صالح يعني هو بيعمل عشان الطلاب، ودي حاجة معروفة ومشروع، هو مش ما يعني ما بيعملش حاجة غلط مثلا او بيلزمهم بحاجة زيادة عن اللزوم، طيب. صح ولا انا لا ما اعرفش في لا، ما الحتة هو دي؟ بس طبعا طبعا كده طبعا طبعا انا معاكي، لان هو فعلا فعلا انا كمان شايف ان سعر الكتاب يعني مبالغ فيه جدا بالنسبة لطلبة علوم وهندسة وطب والمجموعة العلمية دي. حتى حضرتك الامتحانات ليهم في مادة تعب فيها، وفي مادتين أصلا ما امتحنهمش. طب ليه مش عايز امتحانهم؟ رحنا أنا ومامة إسلام دخنا، عايز أقول لك الـ7 دخات، والله والله أقسم بالله. أنا مرة رحنا الكلية، ومن الكلية رحنا المديرية، مش المديرية اللي في المنشية، المحكمة، ومن المحكمة رجعنا الكلية، ومن الكلية قال لك روحوا سلموها في السجن الحضري. اتخيل انت بقى في السن ده الواحد يلف اللفة دي كلها. طب ما انت كعميد او وكيل كلية، طب ما تقول ده مطلوب، وفتح لي الشنطة كده وقال لي انت المفروض تاخدي الجدول ده تعملي زيه. عملت نفس القصة دي، لفيت فيها 4 5، وقال لي الجمعة السبت اجازة، رحنا يوم الاحد وبرضك ما خلصت. اقل حاجة حتى الطلاب دول يمتحنوا. يعني انت عملت اللي انت عايزه وايديك طايله وكل حاجه ورحت رميته في السجن، طيب بس ومستقبله؟ طب انا اعمل ايه؟ انا ذنبي ايه؟ انا اشغل عمري كله وادخل ابني كليه والمفروض اللي هي من كليه القمه، وبعد كده يجي واحد بقلم عشان ليه ما اعرفش مين يضيع مستقبل ابني ومستقبلنا احنا كمان؟ ليه؟ ليه؟ وبعدين ابني ده معروف اساسا اللي هو كويس ومحترم كل، يعني حضرتك روح كده واي حد اساله على محمود صبحي وشوف هيقول لك ايه عنه. طيب هما دلوقتي موجهين له تهمة ايه؟
والله التهم اللي هي كله بيتهم بيها، لو جيت للحق يعني ما اعرفش ايه مش منشآت وما اعرفش ايه سرق عربيه ملاكي، انا ابني انا هيسرق عربيه ملاكي وهيحرق ما اعرفش عربيه شرطه ليه وايه؟ يعني مش معقول بني ادم يعمل كل ده في نفس الوقت ده، واقسم بالله اقسم بالله ابني ما راح. وبعدين في حاجه انت معلش يعني عمال تجدد له 15 في 15 في 15، طب ما تنزله ثبت عليه حاجه نزله حكمه، ده اللي انا اعرفه. عشان انا ابني عنده اساسا هو كان في معهد الضوء، والمفروض اللي انا هجيب ناس اللي كانت شغاله معاه عشان تيجي تثبت اللي هو كان معاهم شغال في اليوم ده، وما راحش 11 12 اللي هو اليوم اللي هما قالوا ده هو عمل وسوى فيه كل ده. اقسم بالله ده عيد ميلاده وما نزل، اقسم بالله اقسم بالله ويميني حسبنا عليه ربنا اللي هو اليوم ده والله ما نزل. وبعدين مش معقول يعني واحد اما انت عارف اللي عندك الناس بكده ابني معقول يعني البرتقالي دي كل ما بتعملش كده، وانا ابني راجل محترم وملتزم وعارف ربنا اساسا وبيصلي الوقت بوقته، يبقى خلاص بقى اننا بقينا اخوان؟ ما ينفعش الكلام ده. وبعدين هو لا يجيب هو كل بس اللي عشان عايزه نوضح الموضوع برضو للرأي العام، ان كان في مجموعه هو عنده كان في مجموعه من الطلبه كانت عشان انا هحكي الحدوته الموضوع عشان حضرتك انت بتقولي انا مش عارفه. لا انا في داخل الكليه انا مش معبدي معلش يعني كان في مجموعه مش عبني بس كان انا عارفه كان في مجموعه وعندها حق في الموضوع ده تمام. ان هم نظموا فعاليه او وقفه جوه كليه العلوم بيطالبوا فيها بتخفيض سعر الكتاب الجامعي. حضرتك ده غلط؟ لا ده مش غلط كويس. كون ان اداره الجامعه تتخذ ضدهم الاجراء ده فده في حد ذاته ده اجراء غير سليم او غير صحيح تمام. فاحنا بنطالب دلوقتي الـ 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 الراي العام او بنطالب المسؤولين تمام ان هم يعيدوا النظر في الموضوع ده. الرساله اللي حضرتك تحب توضحيها او توجهيها للراي العام والمسؤولين ايه؟ والله يا استاذ احنا تعبنا عشان نربي اولادنا، يعني انا معايا 3 صبيان ومعايا ولدين تاني غير الولد ده، ليه كده ابني انا ياخدوه يبهدلوه ليه ويجوا يتهجموا عليه في نص الليالي ليه اصلا؟ علشان انا عملت ايه؟ طب معلش ما تزعلش مني، ما انا كنت طلعته بلطجي من الاول وما كنتش علمته وصرفته وكبرت، ما كنتش دخلته كلها عشان يبقى بني ادم اصلا. هو ده يعني جزات اللي بيتعلم كده يتمرمط؟ احلى شباب المجتمع في وسط جول ليه انا اتبهدل؟ ليه انا بابا واخواتي وراه؟ ليه عمل ايه ابني؟ عمل ايه عشان هو كويس؟ يعني هو يعني دلوقتي لو كنت طلعت واهملت فيه وما كنتش علمته وما كنتش ربيت كان يبقى كويس. بس امسكي بس نفسك عشان بس نعرفه نتكلمه الصوت معلش.